لم تتعب الأعوام الثمانون العام كين حنا واسمه الأساسي خليل شحادي كيروز من السعي الدؤوب للحصول على جنسيته اللبنانية وإن بعد 40 عاماً من المحاولة. أنا لبناني وبدي الجنسية. دمي لبناني. 40 سنة. كل أنسلي بدون وراء. كل سنة أنا بروح لل انسلي بتيون الروق بس ما يملي شيء. ليش برايك؟ ما بعرف خي، ما بعرف. أنا بحب كون لبناني، أنا بحب كون لبناني وبحب كون من أفريقيا. قدم الملفات تباعاً إلى البعثات الدبلوماسية وهو عميد الجالية اللبنانية الذي صدر له كتاب عن هجرة اللبنانيين إلى جنوب أفريقيا وثق فيه كل إنجازات اللبنانيين وإسهامهم في نهضة ونمو هذا البلد. We've got to realize that we've got a worldwide vocation and we've got to exercise that vocation and become an example not only to the Middle East but to the whole world. يسعى اليوم إلى نشر رسالة لبنان في كل أنحاء العالم وهو ينظم الرحلات من جنوب أفريقيا إلى لبنان. I saw the potential of Bshari and the Kadisha Valley region. I decided that I would like to bring the world to Bshari. يبلغ عدد اللبنانيين بجنوب أفريقيا حوالي 50,000 نسمة مسجل منهم فقط حوالي 20,000 لدى السفارة اللبنانية ببريتوريا فشو السبب أو الأسباب اللي حالي دون تسجيلهم بالكامل؟ خلال 50 عام من هذيك الأيام من 1893 منتصف الأربعينات ما كان في تمثيل دبلوماسي للبنان بجنوب أفريقيا. عام 1965 تم قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل بين لبنان وجنوب أفريقيا بسبب سياسة الفصل العنصري أو معرف بالأبرتايد إلى أن أعيدت العلاقات عام 1995 مع تأسيس السفارة اللبنانية وافتتاحها بمنطقة جوهانسبرغ. لما بلشوا يتسجلوا بمنتصف الثلاثينات تقدموا بطلبات اختيار وأرسلت إلى لبنان طبعاً عبر عدة وسائل ولما اجوا هلالي ابنائهم تيراجعوا يعني نامت الملفات سنين تبين انه هالمستندات وهالطلبات الاختيار اللي انبعثت فقدت. حوالي 700 طلب استعاده جنسيه تدرس في السفاره اللبنانيه بجنوب افريقيا. قسم منها انجز والقسم الاخر ينتظر ازاله العقبات الاداريه. نحن بشرنا بمعالجه واجراء تسجيلات الاشخاص والاتصال فيهم قدر الامكان لانه في منهم ما بنعرف وين هن. على طول عم ترجع المعاملات بعد سنه وسنتين وثلاثه مش لاخطاء او نقص بالاسباب بسيطه جدا او لطلب مستندات كانت تقدموا سبق وعطوها اما للبعثة او للدولة اللبنانية. السؤال المطروح اليوم ما هي الاسباب التي اعاقت تسجيل حوالي 25,000 لبناني غادروا لبنان الى جنوب افريقيا مع العلم ان اسماءهم مدونة في سجل المقيمين والمغتربين في دوائر وزارة الداخلية في لبنان.